بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا اجعلنا من أسعد خلقك بفضلك يا ربنا، واجعلنا من أحسن الصادقين معك ومع أدواتنا ومع كونك آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركات ورضوان، ولا عدوان إلا على من اعتدى على حقوق الرحمن. الله أكبر بالتمام وعلى الدوام في كل زمان ومكان. نعود إلى الآية دي، قل رب، فيها هذا النفر من الجن شهادة بالغة، وإنه تعالى جد ربنا، أي ربنا حقيقة جد، هنا حقيقة يتعالى عن كل ما يخالف حقيقته، يخالف قرآنه، يخالف رسوله عليهم الصلاة والسلام. وإنه، يعني تقرير لا رجوع فيه، وإنه هذا هو الإسلام الحقيقي. مرة أنت وش يعجبك، كان جاتك مال أني مؤمن، كان جاتك جاك سلطان أني مؤمن، وأني طبق بشر الرحمن هو مؤمن من شيء. قال كرمني المولى وشاته، مش تبقى قدر، مش يجي أيام يجي عكس ما هو مكرم به بالمال ولا بالسلطة. وبعد يقول أذاني الرحمن ولا أهانا للرحمن، هذا كله باطل. يعني الناس تذبذب تتراوح بين شهادة ونقيضها، هذا ليس من الإسلام في شيء. نحن صامدون راسخون في لا إله إلا الله محمد رسول الله، حب من أحب وكره من كره.